فراسك بلي الماكله مورا لونطري ما راه مزيانه مفيده تنفع الجسم اجم كاينه تستافد مزيان. كاين ولكن قبل لونطري ما راه تستافد منها الجسم احسن. عندك الصح. السلام عليكم، سميتي جبران. الى اول مره تشوف الفيديوهات ديالي مرحبا بك، سبسكرايب في اليوتيوب شانل وفولو مي في انستغرام. بزاف ديال الناس يكعاو فاش يتعارض معهم شي حد، حيت كاملين جايين بداك المفهوم ديال بلي راه الفكره اللي عندي هي اللي صحيحه. داكشي باش كاينين الناس اللي تيقولوا واه على اي حاجه غير باش ما يدخلوش في دوك المتاهات والنقاشات اللي تيجبدوا غير الصداع. هاد الناس يتسموا ياسمان، بنادم ما بغاش صداع الراس وتيتفق مع اي حاجه باش ما يبرزتش راسه. بحال مثلا فاش يتفرج شي واحد في وثائقي بحال ذا جيم تشينجرز واللي تيهضر على فوائد التغذيه النباتيه وتيولي مقتنع تماما بانه خصو ياكل غير الخضره. تيجي عند واحد اخر تيحاول يقنعه بانه خصو ياكل الخضره لانها اهم من اللحم. هذاك الواحد اللي تيتهاوش على الدواره والمقالف في العيد الكبير تيقول ليه هو عندك الصح، ولكن اللي فراسو فراسو. هذيك عندك الصح ما هي الا وسيله باش يخرج من واحد المحاضره اللي في نظره هي خاويه، مع العلم انه تيتعارض مع الفكره اللي طرح صاحبه. وبحال هكا تيخرجوا لينا دوك الناس اللي تيديروا حسابات وهميه غير باش يعايروا الناس ويتعارضوا معاهم في السوشيال ميديا، حيت تيخافوا يتعارضوا معاهم وجها لوجه في الحقيقه. تنتفق انه خص شي مرات تستعمل داك التكتيك ديال ما عندك الصح باش ما تدخل في شي نقاشات اللي فاش تيسالي وتتحس براسك بحال توم فاش تيقول بوجيري. ولكن ما خاصكش ديما تقمع الاراء ديالك، حيت هادشي يقدر يتسبب في مشاكل كبيره. كيما في ملخص الدراسه اللي دارت في فرانتيرز ان نورو ساينس جورنال اللي تتقول ان هاد القمع ديال الاراء ديالك ديما تيخليك يولي عندك القلق المرضي ومشاكل في علاقاتك مع الناس، كيما تيخليك ديما خاضع للناس الاخرين والاراء ديالهم، زائد انك تتولي دير قرارات خاطئه في حياتك. هاد القضيه فكرتني في الفيلم ديال جيم كاري ياس مان اللي تيدور على واحد الفكره بسيطه جدا، وهي انه يقول ياس على اي حاجه تتواجهه في الحياه. وملي ولا تيقول ياس على اي حاجه تيصادفها اكتشف القوه تاع ديك الكلمه اللي خلاته تولي عنده حياه عاطفيه زوينه وترقى في الخدمه ديالو، ولا عايش الحياه اللي كان ديما خايف انه يعيشها. دابا شفنا جوج اوجه ديال الناس اللي تيوافقوا على كل شيء، ولكن فاش تنستعملوا ياس مان وفاش تنقول مان ما تنعنيش غير الرجال، واش تنستعملوها كمصطلح احتقاري؟ ماشي انا اللي غادي نجاوب على هذا السؤال، انتم اللي غادي تقولوا لي في التعاليق. اللي غنقول هو انني تعلمت واحد الحاجه من علم الاعصاب غير من خلال الدراسات والمقالات اللي قرات في علم الاعصاب. اما انا راه ادبي دوريجين، اللي تعلمت هو ان الادمغه ديالنا قابله للتغيير. الناس يقدروا يتغلبوا على الخوف ديالهم من شي حيوان، ويقدروا يكونوا اكثر راحه ويتميزوا في الخطابه، ويقدروا ياخذوا قرارات صحيحه في الحياه ديالهم، ومن حقك يكون عندك راي مخالف. بارك عليك النتيجه ديالك عندك الصح.